موصول للجميع، وفي مقدمتهم من أعد لهذا المؤتمر أو هذه الندوة حول جهود العلماء، وأيضا للدكتور الأمين العام لهيئة علماء المسلمين مثنى حارث الضاري على ما بذلوه من جهود في هذا المجال، حتى لا أطيل لأن الزمن محدد. قطعا المدن تحيا وتزهو بعمارها، وعمار المدن العقلاء، وعلى رأس العقلاء العلماء. ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والعلماء ورثة الأنبياء، فحياة الأمة حياة بالعلم، وهؤلاء الورثة العلماء يهتمون بشؤون الناس كالأمراء والرؤساء. ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. وهنا مدينتنا الموصل حالها حال سائر المدن المسلمة أو الإسلامية، تزهو بعلمائها. فقديما علماء الموصل اشتهر منهم المشهور أبو يعلى الموصلي، ابن جني في العربية، ابن الأثير الأديب الشاعر، ابن الأثير المؤرخ المحدث، ابن يونس صاحب الوجوه في المذهب الشافعي، وأعلام كثيرة قديما. وفي العصر الحديث، يعني إذا أخذنا العصر الحديث 100 سنة الأخيرة من 1850 إلى 1950، هذه 100 سنة نشأ علماء في الموصل كثر. وكان من أبرز هؤلاء العلماء الإمام العلامة الشاعر الأديب المفكر السياسي محمد حبيب العبيدي. نشأ محمد بن حبيب العبيدي وهو من مواليد 1878 على الأرجح، ويقال 1880 ميلادية. نشأ في أسرة عريقة من آل الأعرجي، وهم سادة أيضا، وبحكم التقليد أنه يذهب الابن إلى دراسة العلوم الشرعية والمدارس الدينية، آنذاك هي كانت البارزة وكل العلوم تدرس فيها. فنشأ نشأة علمية ابتداء، واهتم في بدء حياته بالنحو والصرف والبلاغة والأدب والشعر، وعنده مؤلف وهو ابن 13 سنة في النحو. ولكن حين كانت أوضاع الأمة إلى انهيار وتعاني، فالعالم لا يمكن أن يقف متفرجا، وإنما يهتم بوحدة أمته وحال الناس وما أصابهم من تدني، ويحاول أن يأخذ بأيديهم إلى النجاة. فكانت أبرز مؤلفات هذا الإمام العالم 3 مؤلفات في بدء حياته. الذي الأول الذي هو خطبة نادي الشرق، ثم جنايات الإنجليز، ثم حبل الاعتصام، وسنأتي على هذا. لكن أحب أن أنبه أن هذا العالم ليس لوحده في الموصل، وإنما هناك علماء أجلاء قدموا ما قدموا في الموصل. منهم مثلا رشيد أفندي الخطيب، صاحب أولى ما قيل في آيات التنزيل التفسير الكبير، وله كتب أخرى. وكذلك محمد الشيخ الإمام، أيضا أقول محمد خضر الرحالي، وهو مدرسة كبيرة جدا، وعنده مؤلفات كثيرة في العلوم الشرعية، وعنده تفسير لم يطبع لحد الآن. وكذلك الشيخ حسن الحبار، عنده مؤلفات لم تر النور. وكذلك أعلام آخرون ما زالوا على قيد الحياة والحمد لله، مثل الدكتور أكرم عبد الوهاب، مثلا عماد الدين خليل،
وغيرهم كثير، أيضا الشيخ إبراهيم النعمة. وهناك من أخذته يد القدر كالأستاذ رعد الحيالي، الأستاذ الفاضل الذي اهتم بمؤلفات للشباب. ولكن موضوعنا لهذا اليوم هو الشيخ الإمام المجدد محمد حبيب العبيدي. اتسم البحث في ثلاث محاور مباحث. المبحث الأول عنوانه سلب الهوية أو الهوية للأمة وطمس حقائقها. هذا المطلب يناقش ثلاث مطالب. الأول هوية المسلم، الثاني سلب الهوية وهو بأربع فروع، الثالث واجبات إنسان الحل وهو بثلاث فروع، الرابع ما لا بد منه لاسترداد الهوية وهو بفرعين. المبحث الثاني السياسة وصفات السياسيين وواجباتهم، وفيه مطالب أيضا، أربع مطالب. المطلب الأول السياسة وصفات وواجبات، تناول هذا المطلب مباحث أو فروع. الأول تعريف السياسة، صفات السياسي وواجباته، صفات الحاكم والحكم وواجبات الحاكم، الموانع في طريق السياسي، أدب السياسي. تناولها على الخصوص في كتبه المطبوعة والمخطوطة ما زالت. المطلب الثاني سبب الفساد السياسي في العالم. المطلب الثالث ما لابد منه للسياسة. المطلب الرابع معالم الحل السياسة الناجحة. وأيضا المطلب الخامس عوائق أمام الحل السياسي، وفيه ستة فروع. المبحث الثالث والأخير الحل السياسي وطرائق العمل فيه. المطلب الأول ما يجب للحل السياسي وفيه ثلاث فروع. المطلب الثاني شروط الحل السياسي وفيه خمسة فروع. المطلب الثالث الخصائص الفكرية للحل السياسي وفيه ثمانية فروع. المطلب الرابع الأصول الفكرية للحل السياسي وفيه أربعة فروع. والمطلب الخامس والأخير طريقة العمل للقومة بالنهضة السياسية. البحث أكثر من 50 صفحة يستغرق، لا أستطيع أن أجمع بومضة فكرية لكم، ولكن سأحاول أن أجمل وأبين ما يجب في هذه الدقائق. محمد بن حبيب بن سليمان العبيدي 1880، توفى في 1963، عالم فقيه، مفكر سياسي، أديب مبدع، شاعر ملهم، مخضرم، عاش 3 عهود. ولد في 40 سنة الأخيرة من عمر الخلافة العثمانية، من عمر الدولة الإسلامية الخلافة العثمانية، وعاش 34 سنة من عمره زمن الدولة الملكية في العراق، و5 سنوات من زمن الجمهورية. فهو قد تقلبت عليه أجواء المناخ السياسي لأنظمة حكم متناقضة، ولكن كانت المعاناة الأكبر عنده معاناة الخلافة العثمانية. كان حريصا على بقائها لما تمثله من وحدة المسلمين آنذاك، وكان حريصا على أن هذه الوحدة تبقى تحت راية الخلافة والسلطان عبد الحميد. مارس العلامة محمد حبيب دوره الريادي في تقلبات هذه الأزمنة، وامتلك الخبرة بصفة الفاعلية والنشاط وعزم الإرادة. لم تأفل حركته على الرغم من كبر سنه، وكان علما يتحرك في هذا المجال، وعزم الإرادة لممارسة حقيقة يسعى إلى تحقيقها وأهدافها. وكان له في كل أمر من أمور الأمة موقف عملي. من مواقفه العملية هذا الشيخ الإمام كان غنيا وثريا، كان يبعث البرقية الواحدة، وأنا وجدت في بيته وصولات تكلف أحيانا البرقية آنذاك ثروة كبيرة، 800 دينار عراقي آنذاك بالثلاثينات والعشرينات والخمسينات. أنا وجدت إحدى الصكوك للبرقية التي يرسلها إلى الملوك ورؤساء العالم، وتكلفه هذا المبلغ في سبيل أن يقدم نصيحة بما يحافظ على الأمة. مستعجل علي؟ فإذا
هذا الشيخ العالم قدم جهودا كثيرة وحاول أن يأخذ بيد الأمة، حتى لا أطيل لأنه يبدو أنه الوقت، لكن أنا أحاول أن أقول الخاتمة. نعم، فهذا بعد أن يذكر في كتبه مثلا خطبة نادي الشرق حبل الاعتصام ووجوب الخلافة في دين الإسلام وجنايات الإنجليز على البشر عامة وعلى المسلمين خاصة، هذه الكتب التي طبعت بين 1914 ميلادية و 1916 ميلادية ذكر فيها وأرخ، ذكر فيها ما يجب على المسلمين أن ينتبهوا له وكيف يعاد مجدهم من جديد. وفي رسائل كثيرة للوزراء ورؤساء الوزراء وإلى الخمسينات تقريبا وحتى الستينات، عنده رسائل إلى نوري سعيد الراوي كان وزير المعارف آنذاك، وحتى رئيس الوزراء نوري وغيرهم من الحكام كان يراسلهم بشكل النصيحة، وكلها موثقة، وقسم منها خطية بيده، وقسم من الكتب لا، مطبوع على آلة الطابعة والرسائل ولم تنشر. وجدت في مخزنه ثلاث دفاتر تقريبا كل دفتر يطلع بحجم مجلد، برقيات للحكام، ثلاث مجلدات. هذا الشيخ، هذا الإمام كان أمة لوحده، وكان لا يقبل أن يشتغل إلا بالنصيحة والأخذ على يد المسلمين. ولذلك أنه هو حدد للمعالجة بعد أن ذكر أمور ما حصل للأمة من ضعف، فحدد أنه لا بد من معالجة لهذا الأمر. فحين أراد أن يعالج أنه قال لا يصلح الحال إلا بما صلح أوله، بعدين أنه تطرق إلى أنه كيف يكون الإصلاح وكيف يمكن أن تنشأ الأمة، فقال ما أرى بدا لمن فكر في ذلك حق التفكر من أن تنتهي به الحقيقة إلى نقطة مركزية فينادي بأرفع صوت وأفصح لسان: يا أهل القرآن عليكم بتعميم لغة القرآن. كان يريد أن يؤكد على هذه الجهة، هذه القضية، لأنها مهمة في فهم الإسلام. ركز على تقوية الفهم للكتاب والسنة، تجديد الأخوة الإسلامية، وطرح نقاط عديدة منها أذكر. يقول: كان المسلم أخ المسلم، يبذل له الصحبة ولا يأكل لحمه ميتا، والدين النصيحة. قال: وكان المسلم سالما من يد ولسان أخيه المسلم، كان المسلم ينصر أخاه مظلوما ويكفه عن الظلم، كان المسلم يعقل ويتوكل على الله، كان المسلم إذا وعد لا يخلف. طبعا أنا أختصر هذا الأمر، طريقة بيّن أنه لا بد من طريقة للنهضة، أنه لا بد من النهضة بالأمة، ولكن هذه النهضة يجب أن تكون سياسية فكرية وليست ثقافية أو علمية مجردة. بس نقطة واحدة أكمل إن شاء الله. وبيّن أنه واجب المسلمين الاعتصام بآيتين. الآية الأولى: أن تعتصموا بحبل الخلافة العظمى، الآية الأولى: واعتصموا بحبل الله جميعا. والآية الثانية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيقول: فدواءكم أيها الوحيد أيها المسلمون أن تعتصموا بحبل الخلافة العظمى، يتكلم زمن الخلافة العثمانية. والأمر الثاني: أن تؤلفوا منكم لتلك الغاية المقدسة جمعية كبرى اقتداء بتلك الآيتين الكريمتين واهتداء. وأيضا لا يكتفي بالنصح للمسلمين، بل ينصح غير المسلمين أن يكونوا أحرارا مستقلين، وأن الظهير لهم هم المسلمون لإنقاذهم وحفظ كرامتهم. هذا ما يسعني الوقت، والبحث إن شاء الله يطبع وتقرأونه، وصلى الله على سيدنا محمد.